في عصر ازدهر فيه العلم وامتلأت الأمة الإسلامية بالعلماء في كل المجالات، ولد في البصرة بالعراق طفل سيكون له شأن كبير وسيصبح لأفكاره تأثير في العالم كله. إنه الحسن بن الهيثم البصري الذي جاء إلى الدنيا عام 45 و300 من الهجرة. وكعادة أغلب العلماء لم تكن طفولته طفولة عادية. لقد أمسكت بك أخيراً. هذه يا براء هي المرة الأولى التي تتمكن فيها من الإمساك بي، أما أنا فقد أمسكت بك عشرات المرات. عشرات المرات؟ أنت تبالغ يا صالح. بل أنت من لا تعترف بهزيمتك. من المهزوم الآن؟ ها؟ سنحتكم للحسن. يا حسن، ما رأيك؟ إنه أمر غريب فعلاً. أليس كذلك؟ بلى، شيء عجيب يحدث. العصا أراها الآن مستقيمة، ثم أراها كأنها تنكسر عندما أغمس نصفها في الماء. لا بد من وجود تفسير لهذا. عن ماذا يتحدث؟ لا توجد لدي أدنى فكرة. إنها ظاهرة جديدة تشغلني، سأظل أفكر فيها حتى أجد لها حلاً. سأضمها إلى ملحوظاتي الأخرى. يا إلهي، ما هذا؟ هذه أشكال هندسية. هندسية؟ نعم، هذا المثلث مثلاً، أتعرف أن كل أضلاعه متساوية في الطول؟ بينما هذا المثلث... كفى يا صديقي، بالنسبة إلي كلها شكل واحد. لماذا تضيع وقتك في هذه الأشياء بدلاً من اللعب معنا؟ أشعر بمتعة أكبر وأنا أتعلم أو أحاول البحث عن إجابات للأسئلة التي تشغلني. أنت أغرب من صادقتهم. لقد أوشكت الشمس على الغروب، لابد أن أذهب إلى المنزل. وداعاً، سأذهب أنا مع الحسن، فمنزلنا بالقرب من منزله. حسناً، سأذهب إلى المنزل. هل ستأتي معنا غداً؟ يا بصري، يا ابن الهيثم، ماذا بك؟ هل تعتقد يا صديقي أن القمر مضيء؟ أعتقد؟ بالطبع هو مضيء، ألا ترى النور الذي يشيع منه؟ لما إذن لا نراه بوضوح في النهار؟ لأن ضوء الشمس أقوى من ضوئه. لا أعتقد، إذا أضأت شمعة كبيرة وشمعة صغيرة في غرفة واحدة فسترى ضوء الشمعتين. لا أستطيع يا صديقي التفكير في مثل هذه الأمور. سأتركك لأفكارك وألتقي بك غدا. غدا؟ لا أعتقد. لماذا؟ سأذهب إلى مدرس الرياضيات صباحا، ثم أمر على جارنا الطبيب لأستفسر منه عن بعض الأمور في جسم الإنسان التي أريد فهمها. وسمعت أن أحد علماء الفلك قد نزل في منزل بالقرب منا وهو في طريقه إلى الحج، وصاحب المنزل صديق أبي. سأطلب منه أن أجلس معه قليلاً ليجيبني عن سؤال القمر هذا. ثم إلى أين تذهب يا براء؟ بدأ الصداع يصيبني من كثرة ما قلت، وأنا أريد أن أنام كي أستيقظ نشيطاً لأتفوق على الجميع في مسابقة الركض. وداعاً. كل منا يريد أن يتفوق بطريقته يا صديقي. وداعاً. استمر الحسن بن الهيثم في تحصيل العلوم طفلاً وصبياً وشاباً. كلما تقدم في العمر ازدادت رغبته في تحصيل المزيد والمزيد من المعارف والعلوم، ولكن لم يكن من الممكن أن يمضي وقته كله في تحصيل العلم فقط،
فقد كان لابد له أن يعمل. كم هو رائع أن نسير في نفس الطريق الذي كنا نسير فيه ونحن أطفال، ولكن بدلا من الذهاب للعب نذهب للعمل. أتعتقد يا صالح أن العمل أفضل من اللعب؟ ليتنا ظللنا أطفالا لا نتحمل المسؤوليات ونلهو كيفما شئنا. ماذا بك يا براء؟ أنت كسول للغاية. إننا نعمل في ديوان الدولة، عمل راق ومهم، ألا يشعرك هذا بالفخر؟ قل له شيئا يا ابن الهيثم. هل تذكر عندما كنا أطفالا كنتما تتعجبان من عدم رغبتي في اللعب معكم واهتمامي بتحصيل العلم؟ أنت لم تتغير يا صديقي حتى اليوم. هذا هو ما أريد قوله، العمل ليس نهاية الطريق، إنه وسيلة ليساعدنا على المعيشة وكسب المال. نحن نعمل لفترة أثناء اليوم، وبقية اليوم ملك لنا. لا تجعل العمل مصدر إزعاج لك، بل اجعله دافعا لتصبح حياتك أفضل، وحافظ على ذلك الطفل الصغير الذي بداخلك، إنه يمنح الحياة مذاقا رائعا. كما حافظت أنت على الطفل المحب للعلم. تماما. كلماتك هذه تقنعني وتشعرني بالراحة. يبدو أن تحصيل العلوم يجعل الإنسان يفكر بطريقة أفضل. هذا أكيد، ألا ترى كم أنا سعيد بحياتي؟ هل قررت أن تحصل العلم أنت أيضا؟ بل قررت أن أصادق من يحصله، على الأقل سأضمن نصائح مجانية مفيدة. هيا لننتهي سريعا، فعندي تجارب أريد القيام بها عندما أعود للمنزل. ما هي التجربة الجديدة التي سوف تقوم بها يا صديقي؟ ستعرفان عندما ننهي العمل. وقت العمل لا ينبغي أن يضيع في شيء سوى العمل. ألم أقل لك؟ نصائحه دائما رائعة. ما كل هذه الشموع يا ابن الهيثم؟ لدي يا صالح نظرية عن الضوء، وأريد التأكد من صحتها. هل هناك ما يمكن اكتشافه عن الضوء إلا أنه ضوء؟ طبعا يا براء، سأخبرك. هذه الشمعة هي مصدر الضوء، وهذه عوازل للضوء. كل عازل من هذه العوازل به ثقب كما تريان. سأحجب هذا المصدر هكذا، ثم هكذا، ثم هكذا، والآن الثقوب الثلاثة على مستوى واحد. هل تريان ضوء الشمعة؟ نعم أراه بوضوح. دعني إذن أحرك هذا العازل هكذا. لقد اختفى الضوء. كنت متأكدا، لقد أصبت في توقعي. أي توقع؟ أن الضوء يسير في خطوط مستقيمة، إنه لا ينتشر دون نظام في كل مكان، بل يسير في خط مستقيم من مصدره حتى يصل إلى الجسم الذي ينعكس عليه. أنت لا تراني الآن لأن عينك تصدر ضوءا يجعلك تراني كما يظن أكثر الناس، بل تراني لأنني أعكس الضوء الواقع علي. هذه هي العين، وهذا مجال رؤيتها، وهذا هو الجسم الذي ستراه، وهذا مصدر الضوء. إذا تغير الوسيط الذي ينقل الضوء فإن الخط المستقيم يتأثر، كأن ينتقل الضوء من الهواء إلى الماء، فترى الأشياء كأنها منكسرة، لأن انتقال الضوء عبر الماء يختلف عن انتقاله عبر الهواء،
فكثافتهما مختلفة. هل فهمتما؟ هل لهذا علاقة بموضوع القمر الذي حدثتني عنه ونحن أطفال؟ بالطبع يا براء، القمر ليس مضيئاً، القمر يعكس أشعة الشمس فنراه هكذا. حقاً حقاً أنت مدهش يا ابن الهيثم. لم يكتف الحسن بن الهيثم بما توصل إليه من معرفة، فقرر السعي وتحصيل المزيد من العلوم، فسافر في طلب العلم، وتنقل بين أرجاء الدولة الإسلامية. ولأنه عاش في فترة مزدهرة ظهر فيها كبار العلماء في الفلسفة والطب والكيمياء والرياضيات، فقد أقبل على هذه العلوم بهمة وعزيمة، وقرأ كل ما وقع تحت يديه من كتب، ثم قام بتلخيصها ووضع مذكرات ورسائل في موضوعات تلك العلوم، حتى ملأت شهرته الآفاق، ووصلت هذه الشهرة إلى الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله، فقرر الاستعانة به. والغرب لهم